هناك فواقد كثيرة جدا في بحر الغزال، هناك فواقد 18 مليار متر مكعب، هناك فواقد في منطقة البر وأكوبو، هناك فواقد. نحن السودان والسودان الجنوبي عجزوا عن توصيل قناة جونجلي، وهناك القبائل اعترضت لأنها تقسم بين، فهل يمكن أن تسمح السودان الجنوبي بأن تغرق أراضيها ثم بعد ذلك نشق نهرا آخر ليحمل 100 مليار ليروي 80 مليون فدان، 10 أضعاف مساحة مصر الحالية، 80 مليون فدان يحتاجوا إلى 400 مليار متر مكعب سنويا بأقل تقديرات في المناطق الصحراوية. أشياء في الحياة تخرج عن نطاق العقل والتصور. لا. عندما يطرح هذا الموضوع أولا لابد أن يوصم الباحثين المصريين بأنهم جهلاء ولا يستطيعوا أن يفكروا فيما يخدم بلدهم. لا. مسألة تتعلق في الحقيقة بأمور مشكوك فيها وعليها علامات استفهام، أنا الذي أطرحها، من وراء هذا الطرح الآن؟ سؤال مطروح للدكتور مغاوري شحاتة دياب. سيادة السفير، يعني تتفق فيما يتعلق بأنه ليس التوقيت المناسب لعرض نهر مشروع تحويل مجرى نهر الكونغو الآن، لكن يعني كان ليك رأي في عدم تفضيل التحكيم الدولي، تعتقد أن القانون الدولي الذي هو في صالح مصر فيما يتعلق بحصاتها المائية يمكن اللجوء إليه؟ يعني هذه نقطة ختامنا في هذا النهر. أنا شخصيا أعتقد أنه من حيث التحرك أنا أكثر اقتناعا بالتحرك على خطوات وخطوات مدروسة، وليس معنى هذا أن تكون خطواتي غير مؤثرة أو أن تكون غير فاعلة، ما بقولش كده، إنما أنا بقول إنه يعني زي واحد بينتقل إلى الخطوة كذا بعد ما بيجرب كذا. فأنا بقترح في البداية إن أنا بنسعى في كافة الاتجاهات بما فيها بناء موقف سياسي مؤثر ممكن يفتح قدامنا الطرق اللي احنا عايزينها وأمامنا هذه الطرق، إنما أنا زي ما قلت الخطوات إذا حضرتك فاكراها اللي هو إضافة للتفاوض، بناء موقف فني عن طريق الخبراء الفنيين بطريقة معينة، وأعتقد أنه متابعة هذا يمكن أن يكون لها منطق معين. ليه بقى؟ لأن أنا قدامي سابقة، هذه السابقة تتمثل في أن الدول الثلاث اللي قعدت واللي بناء عليها تم التفاوض في المراحل السابقة المفروض أنها قدامها تقرير توافقت عليه، ومن ثم يمكن البناء على هذا التقرير، وممكن بناء على هذا الكلام أن تدرس الاقتراحات التانية. والله في نفس الوقت وفي هذا الكلام من صالحنا أن توضع كل الدول التي أشرت إليها في الصورة بالنسبة للتعنت اللي بتواجهه المفاوضات وأن نطلعها على نتيجة. يعني حضرتك شايف أن هو ده يعني في نقطة أخرى الأوقع في نقطة أخرى وقتنا أنت يا فندم بشكل سريع تفضل تفضل يا فندم سريع. طيب. النقطة الأخرى الحقيقة لها علاقة بالسد وما بعد السد. موضوع السد وإن كان هو الموضوع المباشر إنما هو يطرح استخدامات مياه النيل في ضوء التوسع اللي هو تؤذن به كثير من الشواهد في الدول اللي حوالينا اللي هي بتأجر الأرض وبتدي الأرض وبتحتاج في المية، وماذا نحن فاعلون؟ يعني أشكرك جزيلا سفير، أكيد يعني حلقاتنا أكيد مفتوحة للنقاش في هذا الموضوع. السفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجية الأسبق، دكتور مغاوري شحاتة دياب رئيس جامعة المنوفية السابق والخبير الدولي في المياه. شكرا. أشكركم مشاهدينا على المتابعة وإلى اللقاء.